عليكم ورحمة الله. واليوم مع خلاصة الجزء الرابع والذي يبدأ من قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل في سورة آل عمران حتى الآية 23 من سورة النساء. وفي هذا الجزء الإشارة إلى أول بيت وضع للناس في مكة وجعله الله تعالى مباركا للناس، وهذا البيت الحرام هو الذي رفع قواعده سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفيه الأمر ب الحج إليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الجزء لا يخلو من نداء أهل الكتاب والحديث عنهم بالأخص اليهود في مقابل أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق. وكلنا يعلم كيد اليهود للوقيعة بين المسلمين، فعلينا أن نحتاط لكيدهم ومكرهم وخبثهم. وفي هذا الجزء بيان خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أسباب هذه الخيرية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد قدم هذا على الإيمان بالله تعالى لبيان أهميته. حتى يحافظ المسلمون على هذه الخيرية، هذه السورة بينت الكثير من عوامل الخيرية وأسباب القوة، ومنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، التحذير عن البطانة السيئة خاصة على المسؤولين وقيادات الأمة. وعند قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وما بعدها من الآيات حديث مفصل عن غزوة أحد. وكلنا يعلم أنه في غزوة أحد في إحدى جولاتها حدث فشل للمؤمنين، لأن الرماة عصوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ينتبه المؤمن أن من عوامل الضعف والهوان وزوال الخيرية هو عدم الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الضعف وزوال الخيرية التكالب على الدنيا والتلوث المالي، ولذلك جاءت الآيات بالتحذير من الربا. ما هي أوصاف من جعلهم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس وكانوا متقين؟ جاءت هذه الآيات لتصفهم في أروع عبارة: ومهما كان المسلم متقيا وكان ضمن دائرة خير أمة أخرجت للناس، لا يعني أنه لا تمر به مصيبة ولا نكبة ولا مشكلة أبدا، لكن هذا لا يعني أنه يصاب بالحزن والهوان. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم تواصل الآيات الحديث عن غزوة أحد، وبين الله تعالى أنه قد عفى عن كل من وقع منه الخطأ في غزوة أحد. وضمن الآيات أتى الحديث أيضا عن أهل النفاق، ثم الحديث عن الشهداء وفضلهم ومنزلتهم عند الله. وحديث عن اليهود وعدم تعظيمهم لجناب الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وخواتيم سورة آل عمران مع آيات عظيمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات لها فضل عظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها إذا استيقظ من نومه فتدبرها. بارك الله تعالى فيك. وبعد سورة آل عمران تأتينا سورة النساء، وهذه السورة أكدت كثيرا من حقوق الضعفاء كالنساء واليتامى والمستضعفين. وفي هذه السورة تقع آيات المواريث، وقد تكفل الله تعالى قسمة المواريث بنفسه حتى يحسم النزاع في هذه الأمور التي تحصل غالبا بين الأسر بسبب المال. وقد أعطى الله تعالى حق المرأة في الميراث بعد أن كانت تظلم، وهذا من عناية الإسلام بحقوق المرأة. وختام الجزء مع بيان المحرمات في النكاح من النساء بالنسب، وهن سبع نسوة، ثم تلا ذلك حديث عن بقية المحرمات من الرضاع والمصاهرة.